الطائر الازرق، أهلا بكم في أول أبواب البترول دولار لهذا الأسبوع والذي إفعال حول أزمة الكهرباء الوطنية التي أرجعتها وزارة الكهرباء إلى قطع إمدادات الغاز من إيران دون سابق إنذار، بينما انتقد مراقبون ربط الطاقة العراقية بأمزجة الجوار وتعليق الإخفاقات على شماعة قطع الإمدادات، برغم امتلاك العراق لاحتياطي ضخم يمكنهم من تخطي هذا الوضع، مطالبون بالاعتماد على مصادر بديلة لتشغيل محطات الطاقة. خلينا نشوف مع كل صيف تعود ازمه التيار الكهربائي وتبدا معها مشكله الانقطاع المتكرر مع اشتداد درجه الحراره التي تتجاوز 50 درجه مئويه دون افق منظور لحل جذري. المناطق الجنوبيه تعاني من نقص حاد جدا في الكهرباء، درجات الحراره مرتفعه جدا يعني صباح المناطق الجنوبيه يصل الى الغليان. لذا نحن بحاجه الى حكومه جاده في موضوع ملف الكهرباء ولا سيما ان الموازنه التي اطلقت لهذا العام والاعوام السابقه لوزاره الكهرباء بالتحديد هي موازنات انفجاريه فسؤال يطرح نفسه اين ذهبت تلك الموازنات لماذا لم يتحسن وضع الكهرباء لمده 17 عام هذا السؤال يساله كل المواطنين على مستوى العراق بشكل عام ومستوى المحافظات الجنوبية بشكل خاص مشكلة الكهرباء التي جعلت العراقيين رهينة الغاز الإيراني في ظل غاز عراقي يملأ الأرض والسماء غير أن غياب الإرادة الحقيقية لاستثمار هذا الفائض حال دون حصول العراقيين على تجهيز كاف ولو صيفا واحدا دون أن تحترق وجوههم وأعصابهم بحرقة ولهي بشمس العراق وما حصل مؤخرا في العراق انه الغاز الايراني لم يتم تزويده الى العراق بسبب عدم تسديد الاموال لايران والاموال محجوزه في مصرف التبي اي هذا الموضوع اللي دائما يتكرر في فصل الصيف يجب ان نجد هنالك اليه للدفع الى ايران او غير ايران الموضوع اذا كان موضوع الطاقه الكهربائيه موضوع سياسي يجب ان نصارح به الشعب العراقي. بعد صرف العديد من المبالغ على قضيه التيار الكهربائي والطاقه الكهربائيه نرى هنالك عدم تحسن في هذه المنظومه لكثره الفساد وكثره المشاكل وكثره كذلك الحالات التي تعرض لها الاسلاك وكذلك انقطاع الغاز سواء الغاز الايراني وعدم وجود تعاقد مع شركات رصينه. وفي كل عام تقف مشكله الكهرباء مع ازمه المياه. وراء ارتفاع معدل الإصابات بأمراض جلدية وتعطل المصالح الاقتصادية للمهن والحرف الصناعية، رغم الوعود المستمرة لوزارة الكهرباء برفع قدراتها الفنية استعدادا لصيف كل عام. من ميسان حيدر الساعدي، قناة دجلة. وقع العراق أربعة عقود استراتيجية مؤجلة مع شركة توتال إنرجيس لتطوير قطاعي النفط والغاز، إلى جانب دعم إنتاج الطاقة الكهربائية. وأول هذه المشاريع هو نقل ماء البحر للحقول النفطية المنتجة إضافة إلى استثمار الغاز المصاحب للعمليات النفطية في حقول البصرة وبمعدل 600 ألف مليون قدم مكعب قياسي في اليوم وتطوير حقل أرطواي النفطي أرطاوي النفطي وزيادة الإنتاج فيه إلى أكثر من 200 و برميل يوميا أما رابع هذه العقود فهو استثمار الطاقة الشمسية بطاقة ألف ميجا خلينا نتحدث عن مشكلة أخرى تخص العراقيين عزيزي المشاهد بحياتك دخلت متاهة القروض المصرفية هل سبق وأن سحبت سلفا مالية من مصرف حكومي أو أهلي؟ كم نسبة السداد الشهرية هل تمكنت من تحقيق حلم الزواج أو شراء منزل أحلامك وسيارة بتحل لك أزماتك؟ وإن كنت مواطنا عاديا أو موظفا حكوميا هل وجدت في القرض المصرفي طوق لإنقاذ لك أم وسيلة استنزاف أو استنزاف لأموالك؟ ما هي معلوماتك عن آليات منح السلف المصرفية وما هو سبب رواجها بين العائلات العراقية؟ خلينا نتعرف على الإجابات الشافية لهيئة التساؤلات أهلا بكم مشاهدي بترو دولار في هذه الدقائق المعدودة سنتعرف وإياكم على آليات منح القروض المصرفية في العراق ونسب الإقبال عليها وأسباب رواجها فإن كنت تريد معرفة كيف يصل مبلغ السلف المالية من المصرف إلى يد المقترض إليك هذه المعلومات في سطور معدودات ما أن يعلنوا هذا المصرف أو ذاك عن فتح باب القروض والسلف للمواطنين حتى ينهال عليه سيل من الطلبات الالكترونيه. وليس هذا فحسب، بل تجد طوابير المقدمين تمتد لامتار وامتار امام بوابات المصارف الحكوميه والاهليه. فما هو السر وراء هذا الرواج الشعبي للسلف المصرفيه؟ لا يختلف اثنان على ان الوضع الاقتصادي المأزوم هو العامل الرئيس الذي يدفع المواطن نحو متاهه السلف، فمن يبحث عن زواج او بناء قطعه ارض أو شراء منزل سيجد ضالته في القروض المصرفية، لا مع تزايد نسب الفقر والبطالة، لكن ما هي النتائج المترتبة على المقترض؟ هل تعلم عزيزي المواطن أن نسب الفوائد على ما يمنح لك من تقارب الخيال في أغلب الأحيان بحسب خبراء الاقتصاد الذين يرون أن العراق يفتقر إلى سياسة اقتراض واضحة جعلت المصارف ترفع سقف فوائدها إلى أرقام فاحشة تبدأ من 5%، وهو رقم يظن البعض أنه معقول، لكنها تتجاوز أحيانا 10%، وربما 15% في بعض المصارف الأهلية، أما المبالغ التي ترصد للقرض الواحد فإنها تبدأ من 5 ملايين، وتصل إلى 100 مليون دينار للقروض العادية، و300 مليون دينار لطرود المشاريع الكبيرة. غير أن مبلغ القرض هذا كلما ارتفع ارتفعت معه الفوائد الخيالية التي تستنزف جيب المواطن، رغم أنها تعد حلا آنيا لضائقته المالية. وليس هذا فحسب، بل أن القروض المصرفية غالبا ما يرافقها شروط يصفها البعض بالتعجيزية، تتراوح بين كفالة ضامنة قد تشمل كفيلا أو كفيلين. أو تقديم سند ملكية أرض أو تقديم جدوى مشروع اقتصادي وغيرها من الشروط التي يصعب توفرها لدى شريحة الشباب البسيط أضف عزيزي المشاهد إلى هذه الشروط التي تؤرق المقترضين رسوم التقديم على القرض والتي تتراوح بين 150 ألفا و 300 ألف دينار عراقي إضافة إلى أن مبلغ السلف ذاته تستقطع منه الأرباح مقدما والضريبة ومصاريف أخرى وفي حال عدول المقترض عن سحب القرض، فإنه قد يدفع غرامة تصل إلى 350 ألف دينار. إذاً عزيزي المشاهد، بعد كل هذه المعلومات، هل لازلت تود الحصول على سلف مصرفية؟ نترك لك الإجابة لتحددها بحسب احتياجاتك وأوضاعك المعيشية. بعد ما تعرفنا على اليات منح القروض المصرفيه وما يتخللها من فوائد او يتخللها من فوائد واستقطاعات كان لابد لكاميرا دجله ان تستطلع اراء المواطنين بالقروض والسلف للتعرف على تجاربهم مع المصارف الحكوميه والاهليه ايضا خلينا نتابع يعني تدري المواطن بحاجه الى انه يكون يعني يحصل على قرض بس ضمن المسموح به قانونا تدري هسه بعض المصارف الاهليه يعني جاي تاخذ فوائد يمكن حتى غير المقرر قانونا فاحنا شنو المشكله انه اذا يعني تمنح الحكومه او المصارف الاهليه كانت او الحكوميه تسهل امر الناس اللي عنده مثلا بناء او عنده مشروع اقتصادي فاحنا نرحب بهاي الخطوه صراحه انا اشوفها ضد انا بالنسبه لي الراي الخاص بس هي بها جانبين بها جانب سلبي بها جانب ايجابي للي اكو بعض الاشخاص يكون حاجه ماسه الها يعني ممكن تلقى لك شخص بعده ظرف استثنائي يعني يتحمل فوائدها مضطر بس هي من الناحيه الثانيه الجانب السلبي بها فوائد باهظه جدا انا مع السلف يعني اكو ناس محتاجه آه السلفة يعني اكو ناس ما عندها رواتب ناس ما عندها مثلا آه عندها بس مكسب مثلا ما اجور يومه مثلا وكناس ناس ما عندها مثلا بيوت تقعد بالايجارات فتاخذ آه سلف على مود تبني مثلا البيوت او بلغ صاد كل شهر تنطي اهلا بكم مشاهدينا من جديد وباقين معكم بعالم المال اذا تحتاج تربح بمشروعك وينجح هذا المشروع ما إلك إلى الأكل أو الملابس أو الترفيه ما السبب؟ لأن هذا واقع الاستثمارات بالعراق ولهذا قررنا اليوم بالبيترو دولار نطرح أسئلة لماذا تنصب الاستثمارات في العراق بالأخص على المولات والمطاعم حصرا؟ هل هي الطريق الوحيد الذي يدر أرباحا على المستثمر؟ ما الجدوى الاقتصادية من هذا الكم من المولات الفخمة والمطاعم المتعددة؟ بالنسبة للإقتصادِ العراقي، هل يجني إيجابيات من هذه المشاريع الضخمة؟ ولماذا ينظرُ المستثمرُ أو نظرَ المستثمرُ لا يمتدّ لأبعدِ من هذه الاستثمارات؟ ما قصة غسيلِ الأموالِ تحتَ عباءةِ هذه المطاعمِ أو هذا المطعمِ أو ذاك المولِ؟ خلينا نتابعُ عندما تتجول في بغداد وحتى المحافظات لن ترى مشاريع صناعيه ولا شواهق تجاريه. جل ما يكتسح تلك الشوارع ملات ومراكز ترفيهيه، اضافه الى المطاعم المتراميه هنا وهناك. هذا الانتشار لمراكز التسوق والمطاعم الفخمه يشي بحسب خبراء بشبهات فساد وغسيل اموال. لا سيما وان الكثير من هذه المشاريع تعود لمتنفذين اختنقت جيوبهم بين ليله وضحاها بالمليارات اضافه الى اولئك الذين فقدوا اموالهم في المصارف اللبنانيه او العقوبات الايرانيه ما يمنعهم من اخراج اموالهم للخارج وهو الامر الذي دفعهم الى اغراق السوق باستثمارات سطحيه تضم تحت خيمتها علامات استفهام عن مداخل ومخارج اموال هذه المشاريع التي يتستر بها اصحاب الاموال المشبوهه. تفاقم ظاهره بناء المولات والمراكز التجاريه دفع اقتصاديين الى التحذير من اغراق العراق بالاف المراكز التجاريه والمطاعم الفخمه المتراصه بالشوارع والتي ربما تطغى خلال سنوات قليله لتتفوق على اعداد المنازل في بلد يعاني اصلا من الفقر والبطاله وازمه سكن مستعصيه. فيما تتعلق الامال بحمله مكافحه الفساد التي ترافقها مطالب بتوسيع اجراءاتها لتشمل ملكيه العقارات الثمينه والمراكز التجاريه التي تكلف ملايين الدولارات. هيمنه الاموال المشبوهه على الاستثمارات وتوظيفها بمشاريع تجاريه حصرا دفع بعض النواب الى اطلاق دعوات لفتح ملف غسيل الاموال. عبر العقارات والمطاعم والمولات وهذا ما ذهب اليه عضو لجنه النزاهه النيابيه هادي السلامي الذي سبق واكد ان قضيه سرقه القرن تكشف بشكل واضح ان اغلب المتهمين بها قاموا بشراء عقارات ومراكز تجاريه بملايين الدولارات ومن كل ما سبق يتضح ان الكثير من المولات والمطاعم التي تنتشر في ارجاء العراق تعود ملكيتها لشخصيات متنفذه حتى وان لم تسجل باسماء هؤلاء المتنفذين من اصحاب الاموال المشبوهه وتسجيلها باسماء اقارب لهم او بعض العاملين لديهم من اجل منع الحساب، غير ان متابعه اصل تلك الاموال من قبل الجهات المختصه كفيل بقطع حبل غسيل الاموال الذي يخنق البلد باستثماراته المشبوهه. إذا مشاهدينا هذا الباب من أبواب البترول دولار نفتحه للنقاش بالتفصيل مع ضيفنا أستاذ الاقتصاد بجامعة البصرة دكتور أحمد صدام مرحبا مرحبا بك سيد أحمد وشكرا لتلبيتك دعوة الحوار يعني في هذه الساعة الاقتصادية العراق نتحدث عن العراق بأنه لديه العشرات من المراكز التجارية يعني هذا الاستثمار الاستهلاكي هل سيجعل من المطاعم والمولات في المستقبل أن تكون أكثر من المنازل؟ شكرا جزيلا أنت حياتي لحضرتك وللمتابعين أهلا. نعم بالفعل هذه مؤشرات على عدم وجود توجيه حقيقي للموارد الاقتصادية ولرؤوس الأموال وبالتالي اليوم على مستوى الاستثمار الخاص اكيد المستثمر دائما يفكر في فتره الاسترداد ولهذا تلاحظي انه دائما ما يتم التركيز مثلا على الاستثمار في المولات وفي المطاعم في المشاريع التي ممكن ان تحقق عائد سريع وهذا ينوم عن غياب الخطط الاقتصاديه الحكوميه في توجيه ذلك يعني اليوم حتى لو تم اعطاء دور اكبر للقطاع الخاص يفترض ان يكون هذا الدور مرتبط اساسا وهذه احدى مشاكل القطاع الخ... السياسه الحكوميه يعني لا قطعه الكهرباء نحن تحدثنا اول شيء عن الكهرباء <سؤال> نعم. بل نعم نعم هذه المشكله انه دائما ما ترتبط يعني كنت اتحدث عن دور القطاع الخاص ولكن حتى لو تم اعطاء دور اكبر للقطاع الخاص يفترض ان يكون وفق سياسه اقتصاديه حكوميه مثلا تستهدف القطاعات السلعيه الرئيسيه مثلا في مجال الصناعات التحويليه على سبيل المثال في مجال الصناعات الغذائيه في مجال الصناعات التي ممكن ان تقلل من مستوى الاستيرادات تدريجيا وهذه نقطه في غايه الحساسيه لو كانت هناك سياسه صحيحه على تشجيع القطاع الخاص في الاستثمار في الصناعات التي ممكن ان تقلل من الاستيراد، هذا اكيد ممكن ان يحقق حتى استقرار في سعر صرف الدولار على اعتبار انه اذا توفرت السلع محليا هذا ممكن ان تكون هناك منافسه ما بين السلع المستورده والسلع المنتجه محليا بشرط تحقيق جوده عاليه في انتاج هذه السلع، وهذا ممكن ان يقلل الاستيرادات تدريجيا وممكن ان يقلل يعني من مستوى الاعتماد على الخارج ويحقق استقرار ايضا في سعر صرف الدولار كما ذكرت، اذا النقطه الاساس فيما يحصل حاليا في الاقتصاد العراقي ترتكز على عدم وجود سياسه صحيحه توجه هذه الموارد. الان ربما يقول قائل كيف يمكن توجيه هذه الموارد ونحن نريد ان نعطي دور اكبر للقطاع الخاص؟ هذا ممكن ان يكون من خلال نظام الحوافز، على سبيل المثال لو أرادت السياسة الاقتصادية الحكومية مثلا تشجيع الاستثمار ذكرت مثل الصناعات الغذائية وهذه نقطة مهمة من الممكن أن توجه رؤوس أموال القطاع الخاص نحو هذه الصناعات مثلا من خلال منح أراضي مجانية إعفاءات ضريبية إعفاءات نعم. جمركيه نعم. طيب في هذه الحالة. نعم. يعني في العراق لماذا بيها تنصب بيها الاستثمارات فقط في المطاعم والمولات والعقارات في المرتبة الثانية يعني ما السبب يعني مشكلة الكهرباء يعني كما حصل قبل قليل عندك في منزلك يعني هي من أحد المشاكل ألا يمثل هذا يعني الاستثمار يعني في المطاعم والمولات طفرة في الاقتصاد العراقي. هو نعم ممكن يعني ممكن ان يعد حالة جيدة ولكن دعينا نقول انها حالة من عدم التوازن، يعني هنا القطاع الخاص او المستثمر الخاص حينما يستثمر في هذه القطاعات هو غير ملوم، يعني لا يمكن ان يعني نلوم هذا المستثمر لماذا يستثمر، يعني هو حر في استثمار امواله. وهنا المستثمر في الحقيقة يعني محق كون ان المستثمر يفكر في استرداد سريع لأمواله وفي ضمانات. أكيد اليوم المطاعم والفنادق والمولات هذه تحقق عوائد مباشرة بعد أن يتم افتتاح هذه المشاريع وبالتالي هنا يكون المستثمر مطمئن والمستثمر دائماً ما يحاول أن يقلل مستوى المخاطرة لا يريد أن ينتظر لسنوات ولكن كما ذكرت لو, لو كانت هناك حوافز مثلاً للمشاريع التي ترغب بها الحكومة في مشاريع الزراعة بشقيها النباتي والحيواني في مشاريع الصناعات التحويليه حتى لو كانت هناك فرد فتره نعم. استرداد اطول ولكن مع وجود حوافز مع وجود سياسه اقتصاديه كان من الممكن ان يتوجه الكثير من رؤوس الاموال نحو هذه المشاريع وبالتالي نعم. تحصل حاله من التوازن مشاريع باتجاه اوكي دكتور يعني هاي المشاريع الضخمه يعني وغيرها. ما هي ايجابيات ايجابياتها للاقتصاد العراقي يعني ما الجدوى الاقتصاديه من هذا الكم الهائل للمولات الضخمه وايضا المطاعم حضرتك تعلمي أنه مستوى الاستهلاك كبير جدا في العراق والمجتمع نعم. العراقي بثقافته مجتمع استهلاكي بشكل كبير والمستثمر المحلي دائما يدرس واقع السوق ومستوى الطلب يعني على الرغم من مستويات البطاله والفقر ولكن نوعا ما هناك مستوى طلب كبير وبالتالي يلجا المستثمر للاستثمار في هذه القطاعات يعني دائما والمشكلة نرجع مرة أخرى إلى دور السياسات الاقتصادية لا. حتى في مجال منح الإجازات والتسهيلات يعني كيف يمكن أن تتحقق السياسة الاقتصادية أكيد من خلال التسهيلات من خلال الموافقات الموافقات التي تمنح لهذه المشاريع وبالتالي يفترض من السياسة الحكومية أن تتوجه نحو تشجيع مثلا الاستثمار في القطاعات الأخرى على سبيل المثال تتوجه نحو خلق منافسه مثلا في مجال قطاع الانشاءات والقطاع السكني. نعم الان هناك شركات خاصه مثلا تنتج شركات عقاريه ولكن هناك ارتفاع كبير في مستوى الاسعار وبالتالي لا يقوى مثلا المواطن أو الموظف البسيط على الشراء مثلا وحدات سكنية إذا كنا نتحدث عن الاستثمار في هذا المجال. نعم يعني تتحدث عن الاستثمار في هذا المجال يعني منافسي. هل يعتبر هذا الطريق الوحيد يعني أنه للمستثمر نفسه أنه يدير أرباح كبيرة يعني على سبيل سبيل المثال يعني البعض ببرر أنه متطلبات العراق بتنحصر بهذا المجال الاستثماري يعني لهالدرجة مواطن العراق متعاطش للترفيه؟ لا هذا الامر اعتقد غير صحيح، متطلبات لا. المواطن العراقي لا تنحصر بهذا الاتجاه، والا بماذا تفسر مثلا مستوى الاستيرادات الكبير؟ مه. العراقي يستورد سنويا ما يقارب من 50 الى 60 مليار دولار، مه. ومعظم أكثر هذه السلع هي سلع استهلاكيه، استيراد السلع بحد ذاته هو ممكن ان يكون مؤشر على وجود حاجه كبيره لهذه المنتجات. وبالتالي لو كانت هناك سياسه صحيحه كان من الممكن ان توجه الموارد ويتم تشجيع المستثمرين المحليين او مستثمرين اجانب أوكي. على الاستثمار مثلا في السلع التي تستورد من اجل تقليل استيرادها وبالتالي تحقيق حاله من الاستقرار هذا الحد ايضا ممكن ان يوفر كثير من فرص العمل لو افترضنا هناك إذن استثمارات إذا ماذا عن غسيل الأموال تحت عباءة هذا المطر أو ذلك المول يعني من دورة كل المعلومات البلد. بتشير إنه هاي المشاريع بتعود ملكيتها للمتنفذين ممكن ما نتحدث نعم عن كل المشاريع يعني أغلب نعم. المشاريع نعم وحتى الشركات وكل الشركات التي تريد أن تنجح في واقع الاقتصاد العراقي هي ترتبط بجهات متنفذة تسهل لها تراخيص وإجازات الاستثمار يعني هذا واقع ملموس في الاقتصاد العراقي ولكن مع ذلك حتى لو كانت مرتبطة بمتنفذين ولكن إذا ما افترضنا أن هذه الشركات تسير وفق الخطة الاقتصادية تسير باتجاه السياسة الاقتصادية وممكن ان تحقق فرص عمل ومصالح هذا ممكن يعني اليوم كثير من المشاريع ربما لا تلقى طريقها الى النجاح او لا يتم الموافقة عليها ربما بسبب عدم ارتباط صاحب المشروع مثلا بجهات متنفذة أو عدم ترتيب الأوراق مع جهات متنفذة تسهل له هذا الأمر نعم طالما ما أنك أكدت أن في, في غسيل أموال لهذه المشاريع, المشاريع كيف يمكن للدولة اليوم أن تستعيد السيطرة على الاستثمارات وبتخرجها من دائرة الشبهات وأيضا كيف يمكن أن تتبع مصادر الأموال أو مصادر أموال هذه المشاريع الخاصة مثل المطاعم الفخمة والمولات اللي بتكلف المليارات يعني هنا يدخل دور تفعيل قانون مثلا من اين لك هذا؟ يعني على سبيل المثال لو كان هناك موظف بسيط يفتتح مشروع ضخم بمليارات الدولارات هذا اكيد يثير الكثير من التساؤلات. وفي معظم دول العالم انه دائما حينما يكون هناك تحصيل لاموال لا تتناسب مع مثلا دخل الفرد هذا اكيد ربما يعني وليس ربما هذا من المؤكد ان يعد شبهه اساسيه او شبهات فساد او مصادر اموال غير مشروعه. هذا الامر يلقى على دور الدور السياسه الحكوميه مثلا في متابعه الاموال وحركه الاموال ولكن حتى هذه النقطه واقصد متابعه الاموال وحركه الاموال والمشاريع لا يمكن ان تضبط ما لم تكن هناك تعاملات الكترونيه ونظام مصرفي كفو لماذا الان تعلم جيدا 90% من تعاملاتنا هي تعاملات ورقيه هناك ما يقارب 60 مليار دينار عراقي مكتنزه في المنازل لا يوجد نظام مصرفي كفو، لو افترضنا ان التعاملات معظمها الكترونيه، اكيد تحويلات الاموال ممكن ان تكون مراقبه بشكل جيد. صحيح. وبالتالي يعني لا يمكن للجهات متنفذة ان تحول اموال وبت... يعني من الممكن مراقبتها بسهوله وهذا الامر غير موجود حاليا كما يعلم المشاهد. يفترض ان تكون هناك سياسه مثلا في مجال مراقبه الاموال وفي مجال منح التراخيص. الاستثماريه يعني واضح دكتور. كثير من الاموال م. ربما ترتبط بعمليات غسيل اموال او ربما باموال اساسا هي يعني مشتقه او ماخوذه ربما من مصادر حكوميه ربما من مشاريع ترتبط بالاقتصاد وبالتالي تحول م. الى وجهات استثماريه اخرى هذا م. بطبيعه الحال حتى لو كان شكلا هو استثمار في السوق المحلي ولكن اساس المشكله هي مشكله غسيل اموال، واضح هذا دكتورك. لا يحقق المصلحه الاقتصاديه، يعني الاستثمار م. يفترض ان يكون استثمار يخلق نعم اموال جديدة يرفع جدا ضيق م. الاقتصاد وليس اموال يتم تحويلها من شكل الى شكل اخر عن طريق عمليات الغسيل. شكرا على هذه المعلومات استاذ الاقتصاد بجامعه البصره الدكتور احمد صدام شكرا جزيلا لك. اذا مشاهدينا ننتقل واياكم الى واسط حيث برغم من مساعي الحكومه المحليه وهيئه الاستثمار لحل ازمه السكن عبر توزيع قطع الاراضي وايضا منح الفرص الاستثماريه لبناء المجمعات الى ان المحافظه تحتوي على مجمع واحد تشبه الكثير من المخالفات الامر الذي دفع الجهات المعنيه لاتخاذ اجراءات بحق المستثمر لنتابع مع محمد الاماره التفاصيل واسط المحافظة ذات المساحة الكبيرة والآمنة نسبياً تسعى لحل أزمة السكن من خلال توزيع قطع الأراضي السكنية ومنح فرص استثمارية لبناء المجمعات السكنية إلا أنها لا تحول يوم إلا على مجمع واحد يشوبه الكثير من المخالفات القانونية والفنية ما حدا بهيئة الاستثمار لاتخاذ العديد من الإجراءات بحق المستثمر من جملتها فرض غرامات وحجز للأموال. بخصوص مجمع الرواد السكني هناك الكثير من المخالفات منها فنية ومنها إدارية ومنها قانونية. من هذه المخالفات مخالفة تقسيم الأراضي تم تطبيق المادة 28 وهو إنذار المستثمر إنذارا أوليا ومن ثم إنذارا نهائيا والآن هو حقيقة دخل مرحلة الغرامة وتم تغريمه مبلغ يقارب 700 مليون دينار إضافة إلى حجز الأموال المنقولة وغير المنقولة طبعا إحنا مو هذا هدفنا هدفنا ليس هو يعني معاقبة المستثمر أو فرض الغرامات هذا إجراء قانوني ولكن إحنا هدفنا وما يهمنا إنجاح المشاريع الاستثمارية ونعمل من المستثمر أنه يتجاوب ويتجاوز هذه المخالفات والا فاننا سنستمر في اجراءاتنا القانونيه لحين سحب الاجازه الاستثماريه. سكنة المجمع يؤكدون ان المستثمر للمجمع لم يلتزم بالتوقيتات وبعض تفاصيل العقد المبرم ومن جملتها المشاكل الفنيه للمنازل واسعارها المرتفعه ويتخذ اجراءات تعسفيه بحقهم في حال صرحوا للمؤسسات الاعلاميه بحسب تعبيرهم فيما يرى مراقبون ان القانون في العراق يحمل المستثمره على حساب المواطنين انا ساكن 25 8 وبالعقد يقول لي يابا انت بعد ما تسكن 90 يوم لازم شنو لازم ينطوك السند انا هسه مو 90 يوم انا 28 5 2022 اليوم تقريبا 2 7 2023 يعني منقارب يعني السنه وإحنا مشترين البيت يعني شلون تقول بدم عمرنا 175 يعني 175 واحتمال البيت ما يطول 5 سنوات وينتهي فاحنا نريد الناشد الجهات المعنيه انه توقف على مشكله المجمع وتوصلنا النتائج تكون ترضي الساكنين لان الساكنين واحتمال اليوم انا اتعرض انه ما يدخل المجمع أو تصير مشاكل أو يتعرض القطع كهرباء أو يتعرض لأمور أخرى يمكن يوم. أنا مجرد إنه طلعت الإعلام ونقل الصورة عن المجمع. اليوم الاستثمار دائما ما يكون من طرف واحد والحكومة تقدم كافة التسهيلات للمستثمر على حساب المستفيد من هذا الاستثمار. فيجب على الدولة أن تضع قوانين. تلزم المستثمر باحترام حقوق المستهلك لهذا الاستثمار وكذلك يجب عليها أن تطبق هذه القوانين خصوصاً أن حالياً أصحاب الاستثمار هم من يملكون السلاح ويملكون النفوذ السياسي وهذا ما يؤثر بالسلب على المستفيد من العمليه الاستثماريه. رخص استثماريه جديده تمنحها هيئه الاستثمار في واسط لبناء مجمعات سكنيه، خطوه يراها مراقبون بانها سوف تسهم بخلق تنافس نحو الافضليه ومنع للاحتكار. من محافظه واسط محمد الاماره دجله من جديد ارحب بكم مشاهدينا الاعزاء. في ساعه البترول دولار لابد ان نفرض مساحه الامن العراقي او امن العراق الغذائي والمائي ايضا. بهدف انخفاض من مناسيب المياه في نهري دجله والفرات الاراضي الزراعيه والعصب الغذائي للبلد. بعد تراجع الاطلاقات المائيه من دول المنبع الى 50%. بالمياه. الامر ادى لجفاف بعض الأنهار الاروائيه وتحول الكثير من الأراضي الزراعية إلى صحراوية في العراق خلينا نشوف التفاصيل مع إبراهيم نهاد يهدد انخفاض مناسب المياه في نهري دجلة والفرات الأراضي الزراعية والأمن الغذائي في البلاد بعد تراجع الإطلاقات المائية من دول المنبع إلى نحو 50% وجفاف بعض الأنهر الإروائية الأمر الذي أدى إلى تحول الكثير من الأراضي الزراعية إلى أراضي صحراوية نتيجة شح المياه وانحسارها كنا ماكو يجي كل اسبوعين يجينا ثلاث ايام ماي بالاسبوع اربعه هسه ماكو خلاص صار لها اسبوعين ماكو حفرنا بيار من ورا الهاي والزرع ما كله عدنا ما يقام ما مي يصنع فرد نوب هنا هسه هاي قدامك فارق هذا الزل هذا كله يتفارق احنا حفرنا بيار قمنا نسقي بالزرع والله هاي بعد هاي الوضعيه والله وما يشربون ماي والله من التانكيات قمنا نشتري هسه هاي الصبح ابويا اشترى هذا تنكر ماي وجابت ترس التوانكي ها المحطه مال الماي، شو نسوي؟ اي والله للحلال حتى ننطيه الماي الثروه الزراعيه والحيوانيه تاثرت بالتغيرات المناخيه وشح المياه الى مستويات خطيره، الامر الذي دفع البعض اما لشراء الماء من اجل الماشيه او حفر الابار، اما البعض الاخر اضطر الى بيعها تفاديا للوقوع بخسائر فادحه. ماي النهار ماكو اليوم ماي صار له تقريبا حدود ثلاث سنوات او اربع سنوات ماي ماكو يعني البيار الحلال قام ما يشربها ماي املاح يعني البيار حفر بير هنا حفر بير هناك الجيعان حتى الجيعان انهرشت ماكو مي فالنهار يعني كل 20 يوم 25 يوم عود يلا يجينا فد يوم نو يوم ونص ورد ينقطع ونص مي, مي يعني مي. يعني احنا هسه بركه الله عسى على ان يقولون يابا يدونا مي شرب الحلال هسه وسقي مري اخي سقم اريد ريد اريد مي الحلال ريد القسول ريد مي ماكو الحلال بعناه مي ما عندنا الابار جفت الحلال ما يشرب مي بير يا اخي ما يصير انتهينا يعني سوينا حل كيميائي غالي مي ماكو يعني منين أزرع نزرع وكله مشترى صار مي ماكو مي حتى ازرع استفاد وتستفاد الدوله من عندي انا ازرع لي فد زرعه اللي يزود اروح على العالم تستفاد يعني مال الديره او مال المنطقه او العراقي ما ضل حجي احنا هسه الفلح احنا الفلح قمنا نشترب على ليك هذا هذا شوف النهر جاف البير جف مالح. خبراء في الشأن الاقتصادي يشيرون إلى ضرورة إيجاد الحلول السريعة وعقد اتفاقيات تضمن حصة العراق المائية لتفادي الوقوع في أزمة اقتصادية تؤثر على القطاعات الاقتصادية المختلفة ولا سيما الزراعية والحيوانية حيث تشير بعض البيانات إلى فقدان البلاد قرابة مئة ألف دونم من, من الأراضي الصالحة للزراعة سنويا إبراهيم نهاد قناة دجلة بغداد ونبقى في ملف الأمن الغذائي مشاهدينا، حيث تصدرت السليمانية بقية المحافظات العراقية في إنتاج اللحوم البيضاء بواقع 6000 طن سنويًا، ما يفوق الحاجة المحلية بثلاثة أضعاف عبر 600 حقل لتربية الدواجن، في الوقت تقوم فيه حكومة الإقليم بشراء كل الإنتاج المحلي وبيعه وتصدير الباقي. فيما تعالت المطالبات بدعم هذه المشاريع لتجنب الاستيراد وتصدير الفائض نتابع المزيد في سياق هذا التقرير السليمانية تنفرد عن باقي محافظات العراق بإنتاج أربعة أضعاف احتياجها للحوم البيضاء حيث تحتوي السليمانية على 655 حقلا مجازا ينتج قرابة مليون وخمسمائة ألف دجاجة إنتاج يحتاج إلى رعاية حكومية بغية حماية المنتج المحلي هناك 600 مشروع دواجن في مركز السليمانيه وانتاجها من لحوم الدجاج سنويا يقارب 6000 طن من لحوم الدجاج في حدود محافظه السليمانيه ككل وهو انتاج يفوق طاقتها المحليه بحدود اكثر من ثلاثه اضعاف السوق المحلي لذا تحتاج هذه المشاريع الى دعم حكومي بعدم استيراد الدجاج الاجنبي من دول الجوار اضافه الى عمل مسالخ كبيره لتصدير الفائض منها الى خارج المحافظه ويشار الى ان انتاج الدجاج ينقسم الى ثلاث فئات حسب أوزان الدجاج أقل من كيلوغرامين يتم تسويقه إلى محافظات الوسط والجنوب تباع ب 2200 دينار عراقي للكيلوغرام الواحد بينما يباع الدجاج الذي يتراوح وزنه ما بين كيلوين إلى كيلوين و250 غراما بحوالي 2400 دينار للكيلوغرام الواحد وهذا ما يتم تسويقه لمنطقة غرميان أما الفئة الأخيرة التي تتجاوز 3 كيلوغرام فهي تباع ب 2600 دينار للكيلوغرام الواحد وهي الفئة التي تسوق لمحافظة السليمانية وأربيل الأقليم ينتج ما يحتاجه أكثر من أربعة أضعاف الحاجة المحلية ولغرض استقرار الأسعار وعدم تضرر أصحاب الدواجن يطلب من حكومة الأقليم إنشاء مذبح حكومي متطور تقوم الحكومة بشراء كل الإنتاج المحلي وتقوم ببيع ما يكفي الحاجة المحلية وتصدير ما تبقى وتشهد أسواق الأقليم والعراق بصورة عامة منافسة شديدة مع الدجاج المستورد من إيران وتركيا مما يشكل تحديا كبيرا على اصحاب حقول الدواجن في المحافظه في منافسه المنتج الاجنبي مما يجبرهم على ايجاد منافذ تسويقيه جديده لهم مطالبين الحكومه بشراء انتاجهم او تصديره الى الخارج من السليمانيه مخلد محمد قناه دجله الفضائيه وإلى عالم التكنولوجيا الذي يحتل صدارة عالمياً، فقدّر محللون وخبراء ماريوم بأن تطبيق "ثريتس" الذي أطلقه مارك زوكربيرج قبل أيام، سيضيف من واحد إلى خمسة إلى إجمالي إيرادات شركة ميتا، أي بنحو 6000 أو ست مليارات دولار. وحققت شركة ميتا أرباحاً تُقدّر ب 117 مليار دولار من المبيعات في العام الماضي. وقال زوجربيرغ أنه لن تكون هناك إعلانات على فريدز في البداية مما يمنح الشركة الوقت الكافي لتحسين التطبيق ومشيرا إلى أنه يتبع نفس النهج مع جميع منتجات ميتا من خلال التحقق من أن المنتج يعمل جيدا أولا ثم يتم النظر ما إذا كان بالإمكان وضعه في مسار واضح للوصول إلى مليار شخص وعندها يتم التفكير بالتحقيق دخل إضافي ضجت شبكات التواصل الاجتماعي بإطلاق شركة ميتا الأمريكية لتطبيق "ثريتس" الذي يرتكز على المنشورات النصية ويشكل منافسًا جديًا لتويتر، غير أن مخاوف قانونية أرجأت عملية إطلاقه في أوروبا يعد ثريتس أكبر تحدى لتويتر وصاحبه إيلون ماسك الذي نجح حتى الآن في صد أي منافس محتمل من التطبيقات والمواقع المشابهة التي ظهرت مثل بلو سكاي ولوحت شركة تويتر بمقاضاة منافستها ميتا بسبب منصتها الجديدة ثريتس وذلك بداعي سرقة أسرار ومعلومات سرية بات سأ متوفرا في متجري ابل و بلاي ستور مع حسابات نشطه عليه لمشاهير مثل شاكيرا وجاك بلاك اضافه الى وسائل اعلام ومنصات مثل هوليوود ريبورتر ونتفليكس وواشنطن بوست ورويترز وغيرها من الشركات العالميه والشخصيات العامه يعتمد التطبيق في انطلاقته على قاعده المستخدمين الخاصه بانستغرام التي تتخطى ملياري حساب مما يوفر عليه تحدي البدء من الصفر لكن وفق مصدر مقرب فان مخاوف تنظيميه سترجئ اطلاق التطبيق في دول الاتحاد الاوروبي حيث تخضع ميتا لقانون الأسواق الرقمية الجديد والذي يفرض قواعد مشددة على شركات الانترنت الكبرى وأحدى هذه القواعد تقيد نقل البيانات الشخصية بين المنتجات المختلفة ورغم انطلاقه منذ أيام قليلة إلى أن ثريتس أصبح التطبيق الأسرع نموا في التاريخ حيث وصل عتبة المليون مشترك خلال ساعة واحدة فقط فيما استغرق فيسبوك عشرة أشهر للوصول إلى عتبة المليون وتويتر إلى سنتين ونتفليكس إلى سنتين ونصف السنة هذه غزا العالم هي انضم معنا عبر سكايب الخبير التقني السيد سيف الوليد يعني للحديث حول الضجة التي أحدثتها أو أحدثها تطبيق ثريتس مرحبا بك سيد سيف سيد سيف كونك خبير في المجال التقني ما هو الجديد؟ شنو هو الجديد اللي قدمه ثريتس بالرغم من وجود تطبيقات أخرى على مواقع التواصل الاجتماعي؟ نعم تحيه لكم المشاهدين الكرام طبعا بدايه الفرق يعني يكاد لا يعني لا يذكر يعني بصراحه يعني اذا نريد نقول يعني الفروقات قد تكون في الاسم فقط يعني وهذا واضح جدا من الميزات والتضمينات اللي ضمنتها ميتا في تطبيقها الجديد تريدز وهو لا يكاد يكون تطبيق اكثر من كونه ميزه اضافيه لتطبيق انستغرام وطبعا هذا احد اسباب سر انتشاره السريع بالنسبه لتطبيق لم ياتي بجديد ولم يكن يعني شيء جديد مثل تيك توك او انستغرام اول ما نزلت او حتى فيسبوك نفسه لذلك هو يعني الفرق بيناتهم يكاد يكون معدوم لكن فيسبوك دائما تسعى لدخول المنافسة وهذا ليس بجديد عليها يعني مثلا الفيسبوك يعني عندما, عندما كان اسمها فيسبوك عندما أرادت تدخل إلى سوق المنافسة مع سناب شات دخلت فكره الستوريز القصص وهم كانت سرقه يعني واضحه منها يعني بصراحه اذا صح التعبير او خلينا نسميها استنساخ يعني لميزات مم. الامر الثاني بعد ما نزل تيك توك نزل مباشره الريلز ايضا كانت يعني استنساخ لهذه الميزات والان اتى ثريتس والقائمه تطول يعني فلهذا لم ياتي بجديد هو مجرد استنساخ بل حتى نعم. من الطريف انه عندما بدا التطبيق أنت حكيت أنت لنا عن يعني الثريتس أنه شيء مختلف واحد يشارك ولكن هناك انتقادات وجهت نا. إلى هذا التطبيق كونه يعتمد بقاعدة بياناته بالأخص على تطبيق الإنستغرام وأيضا تويتر لوحت بمقادات ميتا بداعي سرقة أسرار ومعلومات يعني ما رأيك أنت كونك خبير تقني في هذا المجال؟ يعني هل يعني كلام تويتر صحيح بداعي سرقه اسرار ومعلومات يعني انها تسرق اسرار ومعلومات المشتركين يعني هو بصراحه يعني مو سرقه يعني وانما خلق نقدر نقول ذكاء واستثمار لاخطاء وخل نقول الاخطاء الكارثيه اللي وقع بها ايلون ماسك يعني ايلون ماسك هذا مو مجاله وهذا مو عمره يعني هو من مدرسه مغايره تماما عن مدرسه مارك زوكربرغ ولهذا يعني كان في عنده تخبط مارك زوكربرغ يفكر ثم يناقش ثم يعني يذهب بالفكره ويظهرها للعلن اما إيلون ماسك المشكله بأنه انه لا يعني هو يخرج الفكره وبعدين لا. يبحث عن علوج وحلول عن علاجات وحلول لها لذلك هو كان يعني خلينا نقول متسرع جدا في هذا القرار من حيث السرقه هو لا كان استثمار للموظفين اللي طردهم ايلون ماسك ب... ب... بسبب التخبط في قراراته طرد موظفين مثاليين ومؤسسين مهم. لتويتر وخاصه في جانب الاستثمار والاعلانات من الجانب الاقتصادي سارعت ميتا اليهم واستفادت من خبراتهم واكيد هم يحملون الكثير من الاسرار والكثير من الميزات اللي اضافوها الى ثريدز لكن هل سيمكن لثريدز ان يساهم في اسقاط تويتر او اخراجه من سوق المنافسه هذا من المستبعد ولذلك هو دائما متى تحاول ان تجذب المستخدمين وتحاول ان تجعل من المستخدمين يدورون حول فلكها يعني دائما لذلك عندما نذهب الى تطبيق نحتاج به اتصال فيديو او اتصال صوتي راح نذهب الى الواتساب او الماسنجر مم. اللي هو تابع لميتا ما, لو حاولنا آه ما سبب هذا الاقبال الواسع على هذا التطبيق فيسبوك. يعني نعم. التطبيق اول ظهوره كان الاكثر نمو في التاريخ يعني بعد ان وصل عتبه المليون مشترك في يعني خلال ساعه وهذا الشيء تجاوز بكثير الفيسبوك وايضا تويتر يعني الفيسبوك وتويتر حاولوا كثير لحتى وصلوا لاكثر من مليون مشاهد أول فتره ظهور هاي التطبيقات نعم يعني بصراحه هو ثريدز هو الاسرع نموا في التاريخ حتى هذه اللحظه يعني حتى الان يعني مثل ما تفضلتي يعني هو وصل الى عتبه المليون مشترك خلال ساعه واحده مقابل تشات جي بي تي وصلها في خمس ايام مقابل شهرين ونص لانستغرام مقابل عشر اشهر لفيسبوك ومقابل سنتين لتويتر نفسه يعني لكن السؤال الاهم الـ انه شنو العوامل اللي خلت أه. ثريدز نعم. يحقق هذه القفزه مثل ما قلنا ثريدز هو ليس تطبيق يعني بمعنى الحرفي يعني أه. هو مجرد ميزه تم اضافتها الى انستغرام لذلك حتى لو راد المستخدم انه يحذف تطبيق ثريدز لن يمكنه ذلك يعني راح يمكن فقط انه يعطل استخدامه مؤقتا لانه حذفه معناه حذف تطبيق انستغرام والميزه الثانيه انه راح يقدر ينقل كل متابعي مباشره الى ثريدز بدون الحاجه الى اعاده متابعتهم او اعاده طلب المتابعه لحساب الجديد وحتى المنشورات يقدر يعني اضافه ميزات اخرى راح تتم على ثريدز يعني لاحقا راح يقدر يحولها ايضا مع تفاعلاتها طبعا لذلك هذه احد الاسباب اللي خلتها ينتشر لكن السؤال الاهم انه هل هناك ريتيرن يوزرز اللي هم مستخدمين عائدين، مستخدمين راح يرجعون يسوون، أنا باعتقادي أنه تويتر انظلم بقرارات ماسك، أما تريدز فهو استفاد من الشعبية الكبيرة يعني المستخدمين الفاعلين الموجودين على انستغرام هم ثلاثة أضعاف المستخدمين الموجودين على تويتر، لذلك مم. هذا كله ساهم في زيادة المتابعين ولكن السؤال الأهم هل المليون اللي انوجدوا في الساعة بالساعه الأولى هل هم كانوا مستخدمين حقيقيين؟ لا هم مجرد ناس نزلوا التطبيق لكن مم. هل هذا معناه انه هم مستخدمين فاعلين وراح يستخدمون ويتفاعلون مع التطبيق؟ هذا اللي بصراحه استبعده تماما ولذلك مم. كانت إنه السؤال الاهم بعد ما الناس نزلت التطبيق وشافتها خالي الوفاض وخاصه سيفي. يعني بعد ما قاموا بتنزيل هذا نفهمها. التطبيق يعني هل هل, جمهور هل في استخدام هذا التطبيق هنالك يعني هنالك مشتركين قاموا باستخدامه ولكن من الصعوبه قاموا بحذفه وهنالك معلومات قالوا بان الانستغرام ايضا انحذف مع هذا التطبيق هل هذا الكلام صحيح برايك؟ نعم هو بصراحة مو التطبيق ينحذف وانما الحساب ينحذف يعني الحساب نعم الحساب ينحذف بالكامل يعني فحساب واحد عنده على انستغرام مجرد انه يتبع الخطوات لحذف حساب ثريدز يلاحظ نفسه انه التطبيق الانستغرام انحذف بالتالي ولهذا يعني حتى الميتا لما وضعت التطبيق كتبت تريتس على إنستغرام وليس مم. تريتس يعني مستقل لحالة مثل تويتر مم. يعني وهذا طبعاً بغايات تجارية بحتة يعني وحتى اللي يريد ينزل التطبيق راح يشوف أنه يطلب منه الدخول للصور الدخول للمستندات الدخول مم. للأسماء الدخول لكل شيء يعني حتى يمكن يطالبه في قطعه من جسده يعني للمستخدم <applause> لذلك الدخول غير مبرر بصراحه يعني <applause> فيعني اعتقد انه موضوع الخصوصيه وموضوع ربط الحسابات هذا موضوع غير صحيح والى غايات تجاريه بحته ليس فيها اي شيء في مصلحه المستخدم نفسه نعم سيد سيف حدثنا عن الايرادات يعني شركه ميتا في السنه الماضيه وصلت الى 117 مليار دولار كايرادات وثريدز سيضيف من واحد الى 5% لاجمالي ايرادات شركه ميتا كيف ستجني هذه الايرادات خاصه بان زوجربيك اكد عدم وجود اعلانات في البدايه لحين التاكد من ان هذا التطبيق جيد في الايام المقبله يعني أن يعمل بطريقه جيده ولكن نعم طبعا هذا سؤال جدا مهم بصراحه م. يعني لانه الناس اغلبها تقارن بين تويتر وبين نعم. ميتا و يعني كشركتين منفرده وهذا غير صحيح بصراحه لانه احنا حتى تكون المقارنه عادله لا يجب ان نقارن بين شركات ايلون ماسك وشركه ميتا يعني باعتبار هاي مالكها زوكربرغ وهاي مالكها ماسك اما مقارنه ميتا بتفاصيلها بتفرعاتها اللي هي الواتساب والماسنجر و الفيسبوك نعم. ونقارنها بتويتر فقط اكيد المقارنه راح تكون غير عادله لانه المقارنه تختلف تماما خاصه اذا علمنا انه تويتر هو نخبوي بحت بل حتى لو يعني الجزء المتابع لتويتر يعرف انه تويتر في بدايتها لما كانوا يسالون جاك دورسي اللي هو المؤسس الاول لتويتر لما كانوا يسالون انه شنو العائدات ايش راح تحصلون فقال لهم انتم مثل ما واحد تسالوه انه كيف واحد يربح من البحث في جوجل يعني، يعني في وقتها لم يكونوا يفكروا في الارباح بل بالإرادة. حتى في بداياته نعم، يعني وصل الى تبرعات قام ياخذ 5 مليون 10 مليون حتى يمشي يعني مثل اي مثل اي استثمار كان تقريباً يعني تقريبا 12 او 11 بعد ما اتفقوا يا مايكروسوفت واتفقوا نعم. مع جوجل حتى يضمنوهم من نتائج البحث ويحصلون ارباح، لذلك بالنسبه كارباح اعتقد انه تويتر لا تعتمد على الارباح وخاصه ايلون ماسك لكن هو راد يعوض يعني جانب خلينا نقول أه الجانب التشغيلي إيادة. لتويتر من خلال اضافاته الاخيره واللي هي كانت ليست اضافات وانما هي تخبطات بينما ميتا هي اساس عملها واساس وجودها هو الربح من م. خلال المستخدم م. يعني المستخدم اذا نشر اي شيء او علق او شارك او بمجرد دخوله هو ميتا تستفاد من يعني بيع هذه البيانات نعم. للمعلنين عفوا شكرا لك الخبير التقني السيد سيف الوريد شكرا لانضمامك معنا. اذا مشاهدينا قبل ان نغادر عالم البترودولار لهذا الاسبوع نختتم ساعاتنا معكم بهذا الخبر من عالم السيارات حيث كشف تقرير لصحيفه واشنطن بوست الامريكيه ان الاطارات والمكابح تسبب التلوث اكثر من العادم، وبحسب التقرير فإن علماء اكتشفوا مؤخراً أن الإطارات والمكابح البالية والمهترئة تتسبب في قدر مقلق من التلوث بالجسيمات، ما قد يمثل مشكلة للبيئة وأيضاً صحة الإنسان، مشيرين إلى أن تآكل إطارات السيارات والمكابح أيضاً وتلفها يؤدي إلى إطلاق جزيئات دقيقة في الهواء مرتبطة بأمراض القلب والرئة ختام برنامج البترو دولار الى حلقه جديده وملفات جديده اخرى شكرا على كرم المتابعه والى اللقاء